طيب يعني في برضو كلام بتقال انه اداره نادي ليفربول بتحاول ان هي تقنع صلاح بالاستمرار لمواسم اضافيه او اكتر مع الفريق عبر الضغط بورقه زياده المرتب الاسبوعي. نعم، إن هذا الأمر اسمحوا لي لا يمكنني أن أؤكد حقيقته من عدمها، لأن ليفربول لأن إدارة ليفربول في هذه الحالة تود أن يعني في العموم أن تجعل مثل هذه التفاوضات تفاوضات سرية، ولكن اسمحوا لي أن أقول أن هناك عقد مع اللاعب وبالتالي هناك قناة شرعية لمثل هذه المفاوضات، ولن يمكنني بإذن القول أن هناك ضغوط على الفريق أو ضغوط من الإدارة على محمد صلاح للبقاء في النادي من خلال إضافة راتبه، ولكنه بالتالي من خلال عقده وهو مضطر باللعب للفريق وهو ذو قيمة، ولكن كل هذه التساؤلات التي تدار حول الأمور المالية اسمحوا أن أقول لي هي ليس ذات قيمة حتى الآن. وما أعتقده شخصيا هو أن محمد صلاح سعيد في ليفربول وأنه سيبقى به يعني لفترة طويلة إن شاء الله.